كثيرة جدا. بصفة عامة، ما هو الوضع الآن في المنطقة العربية؟ ليبيا والملف الليبي ملف مهم جدا بالنسبة إلى مصر. لا نتحدث عن يعني أهمية هذه الملفات لمصر فقط، وإنما للمنطقة العربية وللدول العربية، ربما من وجهة نظر جامعة الدول العربية، مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في هذا اللقاء الخاص في مساء دريم، سيادة اللواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا زميلنا، أهلا بحضرتك، منورنا. شكرا يا فندم. تحب نبدأ من فين؟ زي ما حضرتك عايزة، لأن كلها طرق مؤدية لبعضها. صحيح، يعني أكيد يعني صحيح. يعني ليبيا، ملف ليبيا وملف سوريا، ملف العراق والقضية الفلسطينية طبعا، واليمن. صحيح. والخليج. صحيح. العربي. صحيح. والمقاطعة مع قطر. صحيح. كل دي أمور يا فندم بتشوف إن هي ليها صلة ببعضها؟ طبعا أكيد. يعني إحنا أقول لحضرتك بداية، أنا بشكر حضرتك على والقناة طبعا وكل من فيها على الاستضافة، وطبعا إحنا سعداء إن إحنا نواجه إخواننا في مصر، الشعب المصري والشعب العربي، إذا من يسمعهم مننا. يعني إحنا بنسعى دائما إلى المصداقية في الموضوع، ولن نتكلم ب قد يكون بمنطق بعض السياسيين يعني الكلام على القد، لكن احنا هنتكلم بالصدق وايضا المتوازن في نفس التوقيت. يعني لان احنا برضو طبيعتي ضابط جيش، فالمباشره هي اساسا هي اللي ما تؤدي الى الهدف المطلوب. يعني ميري يعني طبعا كلام ميري، هنقول كلام ميري من دلوقتي. الاخر يعني طبعاً. عايز اقول لحضرتك احنا بدايه موضوع، حتى حضرتك ذكرت الربيع، بعض قالوا الربيع وحضرتك قلت ان هو خريف. انا اتصور منتهى البساطه زمنا ان هو لا يمت لاي فصل من فصول السنه، ما حدث من 6 أو 7 سنوات لا يمت. ليه بمنتهى البساطه؟ لان كل فصل من فصول السنه له مزايا يعني له كذا وكذا. حتى الخريف له مزايا من حيث المناخ وكذا، حتى في بعض المحاصيل الزراعيه بتنبت في الخريف بالذات. فاذا لكن ما حدث لا يمت لأي شكل من الأشكال الفصول أبدا. لما نيجي على ما حدث في من 2011 حتى الآن، سؤال قبل بداية الشرح نستفيد من حضرتك. فضلي. الناس اللي بتطلق عليه الربيع العبري، تتفق مع هذا؟ والله هقول لحضرتك حاجة، البعض بيقول هذا من منطلق أن كل القضية كلها تخص إسرائيل تماما، وأنا بقول للمستمع قناعات على الأقل شخصية، الموضوع مش موضوع إسرائيل فقط كدولة عبرية، الموضوع مصالح دول كبرى أكبر من إسرائيل، وهي يعني تتمنى أن احنا فكرنا دائما أن إسرائيل هي من تقود العالم. صحيح. وهذا الموضوع، لكن أعتقد مليارات البشر مش هيقودهم 10 أو 20، حتى لو سيطروا على المال وسيطروا على الإعلام، لكن لن يقودوا مليارات البشر في الدول الكبرى الأوروبية في الغرب ودول الشرق. حتى لو اقتصادهم هو الأكثر تأثيرا هو في العالم، قد يكون. ما أنا قلت في البداية يمتلك المال بمعنى الاقتصاد. صحيح. ويمتلك الإعلام، الآلة الإعلامية التي تروج لأفكارهم، من المؤكد. ولكن الدول الكبرى التي ترعى إسرائيل، حضرتك عارفة المؤتمر الصيني الأول اللي كان من سنة 1897 بتاعته دور هرتزل في بازل في سويسرا، لو حضرتك تذكروا هذا الموضوع، قرارات المؤتمر، سنجد أنه لا يسير على خطط بكل دقة. رقم واحد كان إنشاء وطن قومي لليهود من سنة 1897، اتعملت سنة 1948، يعني بعد 51 سنة المخطط نجح على امتداد فترات كبيرة. 2، جمع رؤوس الأموال اليهودية في العالم للمساعدة في إنشاء هذا الوطن، وقد كان. طب رقم 3، أن تكون اللغة العبرية هي اللغة الرسمية، وقد كان اللغة العبرية لغة إسرائيل. أما الرابعة ودي مهمة جدا جدا، الارتكاز على دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي، دولة كبرى، للمساعدة في إنشاء الوطن والمساعدة على استمراره. كانت في هذا التوقيت بريطانيا يا رقم واحد في العالم. حضرتك بريطانيا، ولما بريطانيا قفلت بقت أمريكا تحولت المساندة. قفلت بمعنى إيه يا فندم؟ لما قفلت يعني أصبحت ليست القوة الكبرى في العالم. كانت بريطانيا صاحبة الإمبراطورية التي غيب عنها الشمس، وفي عهدها صدر وعد بلفور، ولكن أجهزتها المخابراتية ما زالت ذات تأثير، ما زالت تعاون الآلة الأمريكية. صحيح. ولذلك هما الاثنين متوافقين حتى في الاتحاد الأوروبي. أمريكا فضلت ورا الاتحاد الأوروبي لحد ما انتزعت بريطانيا من موافقتش على العملة الأول إنها تبقى العملة اليورو، وتصممت الاسترليني، وكانها كانت
مجهزة أن في يوم من الأيام هتطلع ستنفصل بريكزيت صح كده. فإذا هذا هو الموضوع. فبالتالي لما بريطانيا أصبحت دولة ليست القمة في العالم، أصبحت أيضا لما أمريكا أصبحت رقم واحد العالم، هي التي ترعى إسرائيل وتحافظ على أمنها وتتعهد تماما. ولما نشوف بريطانيا اللي أصدرت وعد بلفور وفي عهدها فلسطين أعلن أو إسرائيل بقت في دولة، لما أصبحت أمريكا وحاليا رقم واحد قطب الأوسع في العالم، هي اللي جاء بكل قوة ويرفض قرارات الأمم المتحدة وهي الدولة العظمى في العالم، وفي قرارات أممية بتقول أن القدس من الوضع النهائي، مفاوضات الوضع النهائي، هو اللي قال أدي التوقيع بتاعي أمام العالم. يبقى إذن هي حققت الهدف الارتكاز على دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي للمعاونة في إنشاء الوطن اللي هي بريطانيا، والمحافظة على استمرار وأمن اللي بقت أمريكا دلوقتي. فإذن الموضوع ممتد. إحنا لما بنشوف ما يحدث في أصلي فندم، فكرة عفوا بدون مقاطعة حضرتك، الناس اللي بتقولك أنه كان ربيع عبري مش ربيع عربي، لأنه فعلا لما حضرتك تمسك الخريطة كده هتلاقي كل المنطقة المحيطة بإسرائيل مشتعلة، وضيرت من الإرهاب عدا إسرائيل، كلها حروب صحيح. ومشاكل وبتاع، وهي منورة كده. هو طبعا إحنا ممكن نمشي مجازا في هذا التعريف تماما، ما فيش مشكلة، وهي فعلا مسار للتساؤل، إن ده يؤكد أن الصناعة، أن الإرهاب صناعة أجنبية بنسبة 100%، يدار منها كل الوطن العربي صح. ولا يدار منها الدولة اللي هي أساس الإرهاب في المنطقة، لأن الدولة الوحيدة اللي ما زالت محتلة على مستوى العالم ولم تنال استقلالها هي فلسطين، واللي محتلها إسرائيل صح. واللي بتدعم هذا الإرهاب. ما هو اللي حضرتك ده بداية الإرهاب جت من هنا، من هذا لأنه في توتر بقى حصل موجود. الحاجة الثانية إن حتى فلسطين صادر لها قرار، هي والجولان السورية الضفة وغزة اللي هو الجزء اللي في اتفاقية الفصل أو قرار تقسيم فلسطين لو سنة 47 إلى دولتين، دولة اللي هي اليهودية والعربية، إن هذا القرار صادر في 67 بالانسحاب من اللي هو 242 من الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ما قبل 5 يونيو 67، وصادر من مجلس الامن الاله الدوليه، عشان بعض الناس يقول لك القرارات ما اعرفش الجامعه العربيه ما بتنفذش، طب القرار الامم المتحده، قرار مجلس الامن اللي موافق عليه امريكا في القرار ولم تعترض، لماذا لم تنفذ هذا القرار بالانسحاب من الاراضي العربيه المحتله سواء الجولان او سواء الضفه الغربيه وغزه؟ اذن الموضوع مش موضوع قرارات، الموضوع هو تفعيل القرارات وتنفيذ. في الاساس لابد ان يتواجد الاراده الدوليه والشفافيه والمصداقيه، ومن يملك القوه هو من يفرض رايه على العالم. دي اللي عايز نقولها للناس عندنا، ان الموضوع الحكم وامتلاك القرار والسياده في القرار ليس بالاماني ولا بالاهواء ولا بالحماس، لا، بالبناء والتنميه، ويبقى عندنا اقتصاد قوي ويبقى عندنا قوه عسكريه رادعه، هكذا نملك ارادتنا، اراده شعبنا تبقى قويه تتوافق مع الاراده السياسيه في تحقيق الامن القومي. طيب، لكن بدات الثوره، بدات الثورات نعم.